بسم الله الرحمن الرحيم. يا الحول الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، اجدد التحية بكم مرة ثانية مع انطلاقة شوطنا الرابع عشر في تعداد اشواط هذا الصباح. الشوط الرابع عشر وهو شوط الختام، كما ننوه ونذكر بان انطلاقة الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم. نسير بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط وارى الاندفاع المتميز مشاهدينا متابعينا الكرام. نسير بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع البداية، نتابع المقدمة والاندفاع المتميز. أرى هناك مياسة على مقدمة هذا الشوط، عبد الله بن حميد بن كعيب من يتابع انطلاقة مياسة على الصدارة. نشوة في المركز الثاني لأحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد، نتابع المركز الثالث هو أرى قمة. أرى قمة في ثالث المراكز سعيد بن راشد بن حمد بن غدير بانطلاقة قمة على ثالث المراكز، بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع بقرة الشاهينية لسعيد بن خليفة بن رشيد، النقلة التالية على المركز الخامس، وأرى من الجانب الآخر التحديات للسائحة لعبد الله بن محمد بن زعل تتدخل على رابع المراكز في هذا الانطلاق الجميل، وخامسا القدوم من الجانب الآخر أيضا والتحديات الجميلة للنويعس حمدان بن محمد بن راشد المري بمتابعة وانطلاقة النويعس، ولكن أرى التسلل من الجانب الآخر من الضبيب الشعر عبيد بن مبارك الاكتبي اللي انطلقت بدورها في هذه اللحظات إلى مباشرة إلى رابع المراكز، ولكن ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الخامس. نتابع المركز الخامس وأرى الدكتور عبد الله بن خليفة بن رشيد من تاتي رابعا أو خامسا سادس المراكز. نشوة لأحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد الدور دور المركز السابع، نتابع سابع المراكز والسائحة لعبد الله بن محمد بن زعل من تنطلق بدورها إلى المركز السابع ثامن التحديات الظبي لسالم بن سعيد النعيمي الدور دور المركز التاسع، وأرى التحديات أيضا في هذا الانطلاق للخوارة بشعار حبيب بن محمود بن حبيب من تاتي تاسعا وعلى المركز العاشر. الشاهينية من تاتي عاشرا لسعيد بن خليفة بن رشيد، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. ندانا الأول للعشر المراكز الأولى، ولكن نعود هناك بالصدارة، نتابع البداية، نتابع مقدمة هذا الشوط في هذا الاندفاع، في هذا الرقص الصباحي الجميل. وقمة على الصدارة، قمة على مقدمة هذا الشوط بالاندفاع بالرقص الجميل. سعيد بن راشد بن غدير من يتابع انطلاقة قمة على صدارة هذا الشوط. ننطلق مع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني وأرهني أيضا أرى الدكتورة في ثاني المراكز عبد الله بن خليفة بن رشيد أيضا من يتابع انطلاقة الدكتورة على ثاني المراكز. ثالث التحديات نشوة أحمد بن خليفة بن رشيد انطلق بنشوة على المركز الثالث. رابع التحديات من الجانب الآخر، أرى هناك أيضا القدوم في هذه اللحظات والتحدي، التحدي على رابع المراكز والتسلل للنويعس حمدان بن محمد بن راشد المري من يتابع النويعس في هذا الانطلاق. خامس الظبي بالشعار عبيد بن مبارك الاكتبي على خامس المراكز، والسادس أرى مياسة عبد الله بن حميد بن كعيب ينطلق بمياسة على المركز السادس، ولكن القدوم في هذه اللحظات أرى هني منوة سعيد بن سهيل بن دري ينطلق بمنوة بالأداء المتميز مباشرة إلى رابع المراكز، ولكن نتابع القدوم
نتابع التسلل في هذه اللحظات على المركز السادس. نتابع التحدي. نشوى الحميد بن مطر بالكوس من تتسلل بدورها الى المركز السادس. سابع التحديات مشهورة للدكتور سعيد سالم الشيخ، ايضا ينطلق في هذا الاداء المتميز مع الدكتورة على المركز السابع وثامنا من الجانب الاخر الظبيل سالم بن سعيد النعيمي. المركز التاسع ارى هناك ايضا التحديات ايضا ووضوح بشعار منصور بن علي بن حليس العفاري، وضحت وضوح في هذا الانطلاق في هذا الاندفاع. وعاشرا التحديات الشاهينية بشعار سيف بن محمد الشامسي منتاتي. عاشرا هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن نعود هناك بالصدارة. نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة والتغييرات، التغييرات الذي أيضا طرت وجرت على مقدمة هذا الشوط. يا سلام. نتابع الظبي على المقدمة، لكن وضوح مشاهدينا متابعينا الكرام اللي انطلقت بمقدمة هذا الشوط. وضحت أمور وضوح في هذا الاندفاع، في هذا الرقص الجميل، في آخر أشواط هذا الصباح، في هذه التحديات الجميلة. وضوح منصور بن علي بن حليس العفاري، من يتابع وضوح، من ينطلق بوضوح على الصدارة. ننطلق مع المركز الثاني، نتابع نشوة أحمد بن مطر بالكوس، من يتابع نشوة، ومن الجانب الآخر الظبي بشعار عبيد بن مبارك الاكتبي على ثاني المراكز. ولكن وضوح وضحت وضوح الشمس أمورها في هذا الاندفاع، في الرقص الجميل، في التحدي الرائع على المقدمة. وضوح على الصدارة، منصور بن علي بن حليس العفاري، من يتابع وضوح، من ينطلق بوضوح على الصدارة. المركز الثاني نتابع هنا أيضا نشوة لحميد بن مطر بالكوس، ينطلق مع ثاني المراكز. وثالث التحديات الظبي لعبيد بن مبارك الاكتبي، ثالثا التحديات على المركز الرابع. ونتابع أيضا يا سلام شعار عبد الله بن حميد بن كعيب مع مياسة على رابع المراكز. ولكن نتابع أيضا التحدي والانطلاق الأخيرة لمطر بن غانم بالقوبع على المركز الخامس. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة ووضوح على الصدارة، وضوح على مقدمة هذا الشوط. منصور بن علي بن حليس العفاري، من يتابع انطلاقة وضوح على الأداء المتميز والرقص الجميل. أسعد الله صباحكم يا أهل العين على الأداء الجميل ووضوح على الصدارة، وضوح على المقدمة. تهانينا لمنصور بن علي بن حليس العفاري، ولحظات وصول وضوح واقترابها إلى خط النهاية. تهانينا لمنصور بن علي بن حليس. المركز الثاني الحميد بن مطر بالكوس، والمركز الثالث تصل فيه مشاهدينا متابعينا الكرام خيرة لمطر بن غانم بالقوبة. المركز الرابع لحمدان بن راشد بن دحروي. المركز الخامس لعبيد بن مبارك الاكتبي. البقية نحيلهن لأعضاء خط النهاية. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام بالتوقيت الزمني ولحظات وصول وضوح إلى خط النهاية، 7:55 وفاء وتماما. تهانينا لمنصور بن علي بن حليس العفاري على فوز وضوح بالمركز الأول، بينما اللي وصلت في المركز الثاني 7:55 6 أجزاء من الثانية اللي هي نشوة. تهانينا لحميد بن مطر بالكوس اللي وصلت في المركز الثالث